مشاهدينا الكرام، للمزيد حول تقرير موقع المونيتور الأمريكي عن انتشار المخدرات في غرب العراق ودور الميليشيات فيه، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي. سيادة العميد، أهلا بكم. حياك الله وبياك أخي سعد محمد. في البداية، موقع المونيتور قال إن المخدرات أصبحت ظاهرة مقلقة في العراق، لماذا تتزايد هذه الظاهرة وتتفاقم، وتحديدا منذ الاحتلال الأمريكي في 2003 ولغاية الآن؟ أخي الكريم، تجارة المخدرات في العراق المحتل أمريكيا وإيرانيا هي أوسع من مفردة ظاهرة، فهي سياسة انتهجتها وتنتهجها الأحزاب الحاكمة ذات الأذرع الميليشاوية وبأوامر إيرانية ولعدة غايات. أي عندما تكون مصدر تمويل مالي كبير لهذه الأحزاب ذات المضمون الميليشاوي، هي بذات الوقت غاية مهمة للنظام الإيراني لاستهداف السلم الأهلي والمجتمعي في العراق، هذا من جانب. ومن جانب آخر، أن عدم وجود معالجات حقيقية حكومية لمكافحة المخدرات يجعل هذه التجارة السوداء في ازدياد وتفاعل. فمن المبادئ الأساسية للعقيدة الأمنية هو معالجة الحدث قبل وقوعه أو تقليل تأثيره بعد حدوثه شرط عدم تكراره. لكن في عراقنا الحالي تم استبدال الخطط الأمنية الخاصة بهكذا ملفات بالفساد والرشا وتسهيل مرور وتعاطي المخدرات، وباتت العقيدة الأمنية انعكاس للسلطة المتأملشة فكرا ومنهجا. وبالتأكيد ستكون المخدرات هي إحدى مخرجات هذه العقيدة الصفراء. لذلك ستستمر تجارة المخدرات في الارتفاع في العراق، لأنها تمثل الشريان الأبهر لقلب هذه الميليشيات، وكذلك هي إحدى غايات الاحتلال في تفكيك الشعوب وتدمير الأوطان. سيادة العميد، بعد أن كانت المحافظات الوسطى والجنوبية وتحديدا القريبة والحدودية مع إيران هي تشهد الكثافة في عملية التجارة في المخدرات وحتى تصنيعها في داخل العراق، بل وزراعة كثير من الأنواع المخدرة في أماكن نائية، هذا بتقارير حكومية كان، لكن الآن نرى في محافظة الأنبار هناك ازدهار بتجارة الكبتاغون المخدرة، هذه الحبوب في المناطق الغربية تحديدا، يعني من العراق. هذه المناطق يتواجد فيها أو تتواجد فيها ميليشيا حزب الله وميليشيات أخرى، وهناك أيضا ميليشيات متواجدة على الطرف الآخر من سوريا. هل تعتقد بأن هذه الميليشيات أسست خطا أو طريقا يربط سوريا بالعراق ليكون بوابة من بوابات التجارة وتوسيع هذه الشبكات التجار بالمخدرات؟ جميع الميليشيات بمختلف مسمياتها، سواء حزب الله والطفوف أو الخرساني أو حزب الله اللبناني وزينبون وغيرهم، بمختلف مسمياتها هم نابعه تتخادم فيما بينها، خاصة في ملف تجارة المخدرات. ميليشيا حزب الله المتواجد في سوريا وجد ضالتها في الميليشيات العراقية لترويج بضاعتها المخدرة. لذلك أنشأت المصانع والمزارع في سوريا وفي العراق، وباتت الحدود السورية العراقية ممر لهذه المخدرات، وبالتالي لتكون المناطق الغربية من أولى الجغرافيات التي تلامسها حبوب الموت هذه. هذا بالإضافة إلى سيطرة الميليشيات ومقدمتها ميليشيا حزب الله على المناطق الحدودية، لا سيما منطقة القائم ومنفذ التنف، وكذلك منفذ العارضة غير رسمي بين العراق وسوريا، والذي تسيطر عليه حصرا ميليشيا حزب الله، تستخدم لتهريب المخدرات من العراق وإلى العراق وبينه وبين سوريا. ومن هنا بات العراق اليوم بين كماشتي الدول المنتجة والمروجة للمخدرات، من الغرب النظام السوري وحزب الله اللبناني، ومن الشرق النظام الإيراني وبأدوات ميليشياوية ولائية. طيب، هناك يعني حقيقة موضوع نود أن نستفهم منه من حضرتك بشأن مناطق في العراق أصبحت مناطق ممنوعة محظورة على الحكومة وعلى وسائل الإعلام وعلى كل من يريد أن يفهم ما الذي يجري في داخلها. جرف الصخر مثال عن المناطق التي حتى الحكومة لا تستطيع بوزرائها ومسؤوليها أن يدخلوها، وهناك مناطق واقعة بين القائم والرطبة في محافظة الأنبار أيضا هي مناطق خطرة وممنوعة على الإعلام. لماذا برأيك هناك مناطق أصبحت حتى السلطات الأمنية الحكومية الرسمية في العراق لا تستطيع أن تدخلها؟
هناك حظر معلومات وتعتيم وسرية تحيط بالمناطق الواقعة بين القائم والرطبة ومناطق أخرى جنوب بغداد كجرف الصخر وغيرها، وبأوامر ميليشياوية، وهي تمنع دخول الصحفيين والكوادر الإعلامية. فعلى سبيل المثال للحصر، في 21 سبتمبر 2021 تم مصادرة معدات التصوير والهويات التعريفية للإعلامية من قبل أمن الحشد الشعبي، والسبب أن هذه المناطق تعد واحدة من أهم مناطق الاتصال بين الميليشيات الموالية لإيران والمتواجدة في العراق أو سوريا. وفي هذه المناطق ذات السيادة الميليشياوية توجد معامل لصناعة المخدرات ومخازن المخدرات أيضا القادمة من سوريا ولبنان، وهي عقدة مواصلات حيوية ومراكز اتصال بين الميليشيات المتخادمة فيما بينها. لذلك تعتبر هذه المناطق عش الدبابير للإعلام الوطني الذي يبحث عن الحقيقة. طبعا استثنى من هذا إعلام الفضائيات الولائية وإعلام ميليشيا الحشد، وهذا هو الحال في الدول التي تكون فيها سلطة وسطوة الميليشيات فوق سلطة الدولة بعد اجتثاث سيادتها وتسييس قضائها. طيب في سؤالي الأخير لك سيادة العميد، هل تعتقد أن تجارة المخدرات زراعتها وتصنيعها سواء كان في العراق، في سوريا، في لبنان، في أي من البلدان التي تتواجد فيها أذرع إيران وحتى في إيران طبعا، هل تعتقد بأنها هي البوابات التي تغذي فيها إيران ميليشياتها وأدواتها في سبيل استمرار مشاريعها التوسعية في المنطقة العربية طبعا بشكل أخص؟ إيران بعد إنشاء هذه الميليشيات انتقلت من مرحلة الدعم والتمويل إلى مرحلة الاستفادة منها، سواء إيجاد جغرافيات قلقة أمنية وسياسية أو تحويلها لمصادر تمويل مالي لها وبمختلف الطرق، وفي مقدمتها تجارة المخدرات ذات الدخل المالي الكبير. اليوم ميليشيا الحشد تسيطر على الطرق التي تمتد من إيران مرورا بمحافظات ديالى وواسط وميلان والأنبار وصولا إلى القائم، ثم إلى سوريا ولبنان. هذه السيطرة الجغرافية تجعل من الميليشيات أدوات ووسيلة النقل المتبادل للمخدرات بين إيران والعراق وسوريا ولبنان. ومن هنا في إيران تعتاش على ديمومة هذا الإرهاب الميليشياوي الصامت المتمثل بتجارة المخدرات في بلدان العربية، فهو مصدر مالي وآلة قتل في نفس الوقت. مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير لشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك.